أنه لماذا لا نقرر الاستقلال من داخل البرلمان؟ وفعلا ذكر في 19 ديسمبر 1955 أجمع كل ممثلي الأحزاب داخل البرلمان إجماع كامل بتحقيق الاستقلال وأن يكون السودان حرا مستقلا، يعني ليس في اتحاد مع مصر ولا في دخول في رابطة شحول بريطانيا. فتم يعني إعلان الاستقلال، وبعد ذلك حدد يوم الأول من يناير 1956 أن يكون هذا يوم الاستقلال، وفعلا تم ذلك كما تعلم يعني. فصارت الأمور بهالشكل. أنا في تلك الفترة يعني أنا أتذكر كنت يعني لما تم إعلان يعني لازم متخرج يا دوب من الكلية الحربية، وكنت يعني في مدينة الأبيض في حامية الهجان زي ما يسموها، الفرقة الأولى في بعد في الجيش السوداني، وأكرموني بأنني يعني كان اختاروا ثلاثة من الضباط، واحد لإنزال العلم الإنجليزي والثاني لإنزال العلم المصري وواحد لرفع علم السودان. فشرفت أنا برفع علم السودان في الأول من يناير 1956 في مدينة الأبيض. المسيرة المهنية بقى لستر من ساعة ما يعني تخرجت في الكلية الحربية إلى يعني يعني كيف تم الكارير أو الوظيفي والقيادي في القوات المسلحة؟ نستعرضه كده عشان نسعى. جدا أي نعم. طبعا زي ما قلت لك أنا تخرجنا في 10 من أغسطس 1955. بعدنا بأسبوع قام التمرد في جنوب السودان. زي ما حكيت لك التمرد في جنوب السودان دي يكاد لما الإنجليز في سنة 1947 ما استطاعوا أن يقنع الجنوبيين بأنهم يقنعوهم ينفصلوا من السودان ويكونوا إما دولة مستقلة أو تبع شرق أفريقيا، فابتدوا يعني يعملوا من التدابير بحيث أن يخلوا الجنوبيين يكرهوا الشماليين كراهية شديدة جدا. وفعلا يعني كان تلقى في مدارس الجنوب، نحن مرنشين الجنوب في بعد التمرد، وجدنا أنه في الفصول الدراسية ومن فوق للسبورة في لوحة زيتية مرسوم فيها واحد عربي يركب على حصانه ويسلسل من وراء عدد من الزوج. هذا يعني من الأطفال من صغار لو قال لهم أنه يعني السودان لو استغلى العرب مرة ثانية يجوا ويعاملوكم بهذه المعاملة. فكانت يعني فخلوا ابتدوا يعني يغيروا صدور الجنوبيين نحو الشماليين، فأصبحوا يعني في كراهية كده ما كانت واضحة، ويعني يكاد يكون هم يعني أقنعوا الجنوبيين بأنه يقوموا بثورة مسلحة، لأنه الجيش الجنوبي كله حكيت لك أنه مكون من الجنوبيين. وحتى لما صارت السودنة يعني قبل استغلال السودان ما وجدوا من الجنوبيين من هو يستطيع أن يكون ضابط ويسودي الوظائف كما هو الحال في شمال السودان يعني. فلذلك الحكومة السودانية رقت من الصفوف من الشاوشية والجماعة دول، جابتهم للخرطوم هنا ودربهم في المدارس العسكرية لمدة 6 شهور وخرجوهم ضباط ملازمين يعني بدبورة واحدة. أشارت موضوع أنه فدول هم اللي في 18 أغسطس 55 قاموا بالتمرد في جنوب السودان. طبعا لما سود الوظائف في الجنوب بالنسبة للجيش الجنوبي أو الفرقة الأولى يعني قاموا إيش؟ لأنه ما في ضباط جنوبيين فجابوا ضباط شماليين مسكوا الوحدات وبعدين معهم هذول الملازمين. نعم. فقام هذا التمرد في 18 أغسطس 55 وقتلوا من الشماليين في يوم واحد حوالي 700 من الشماليين. يعني تصور يعني هذه المجزرة الحزب في حزب يعني. نعم. حزب شوي. لا ما حزب شوي، أقصد الجنوبيين نفسهم. يعني هم كانوا يعني مع أنهم كانوا مختلفين بيناتهم كقبائل، لكن أجمعوا على أنه يحاربوا الشماليين في الأول، جاي من الشمال العرب جاي من الشمال يعني. فقتلوا في ذلك اليوم ما لا يقل عن 700، ودي كلهم جولي مساعدتهم يعني إما تجار في الأسواق، وكانوا من الشماليين موجودين أطباء في المستشفيات ومدرسين وفي كافة الوظائف، لأن الجنوبيين ما كان عندهم وظائف من هذا. فقتل هؤلاء الشماليين في بدم بارد in cold blood زي ما يقولوا. وفلذلك يعني فده بعد 7 أيام نحن مما تخرجنا كضباط في الجيش، فطوال نقلونا إلى الجنوب واستعدنا.
بعد كده بقى المسيره يعني يعني مسيره يعني الترقي بتاع سيادتك بالظبط كده. انا عايز اقول لك ايش، انه يعني بمجرد ما اتخرج من كليه حرب قامت هذه المشكله بطوالي نقلنا الى الجنوب، خدت المسؤوليه بجنوب السودان يعني صح. بقينا يعني مسؤولين عن الامن في داخل الجنوب كجيش يعني استعدنا الجنوب تقريبا في حوالي اسبوع ولا 10 يوم كده، مع انه الجنوب يساوي ثلث مساحه السودان صح. وكان مخصص منها ثلاث مديريات كبيره صح. مديرية الاستوائية اللي هي دي كل الاستوائية في جنوب السودان طبعا. بعدين أعالي النيل، أعالي النيل دي اللي هي قريبة من الحدود الشمالية، وكذلك منطقة بحر الغزال برضو دي من الثلاثة مديريات اللي كونوا الجنوب. فنحن ظلينا في الجنوب دي سنة في الجنوب وسنة في الشمال يعني مثبتين الأمن في جنوب السودان. وظل طبعا هذا الامر يعني حواليك من 50 سنه حتى تم اتفاقيه جرنك في 2005 وتم الاتفاق، ويعني وعلى اساس انه الجنوب يعطى فرصه تقرير المصير صح. وفعلا جرنك اللي هو كان قائد الجنوب التمرد في الجنوب ده كان حريص على وحده السودان بل كان هو يتطلع ان يكون رئيسا للسودان الكبير صح. فتمت الاتفاقية دي، وبعدين فيما يبدو أنه حينما الجنوبيين وبعض الدول الغربية التي كانت بالذات أمريكا الحريصة على فصل الجنوب، المهم أنه صارت هناك أحداث ومش أحداث الحقيقة يعني كان استدعوا جرنك دي إلى يوغندا، وهناك بعد ما انتهى من اللقاء مع بعض الجهات الغربية ويوغندا وهو في طريق عودته ويركب طائرة هليكوبتر سقطت به فمات. هل في تفاصيل يعني طبيعة هذا الحدث يعني مقتل الجرنك؟ والله ولا يعني غامضة؟ يعني هي فيها غموض لأنه تمت يعني تشكيل كذا لجنة للبحث عن أسباب هذا الموت، لأنه هو في الفترة الأخيرة جرنك ديا كان وحدوي تماما يعني ما كان في شك في ذلك، يعني كانوا مفتكر انه مين المستفيدين من يعني اختفائه؟ والله في المقام الاول امريكا دي بعيد اهم حاجه كانت عاوزه تفصل الجنوب مع الانجليز ذاتهم زمان الانجليز نفسهم هناك وكذلك بعض الدول الغربيه وفعلا يعني هو تم فصله زي ما قلت لك كان حاولوا كذا مره يعمل نوع استقصاء لكن وضح لانه فعلا في يعني حتى في اللقاء الاخير اللي عمل في اوغندا ديا كان حكايه تمام. فصل الجنوب وماط الجنوب كانوا يتكلموا معه في الموضوع ديا تمام. المهم فلما جاء الاستفتاء وهو في غياب جرنك باعتباره مات فما كان من الجنوبيين الا انهم ضغطوا عليهم برضو من الدول الغربيه فاثروا الاستقلال وبنسبه يمكن 98% يعني انا اذكر ان انا زرت جوبا قبل الاستفتاء بشهر واحد. يا سلام. كنا في الخرطوم وركبنا طائرة إلى جوبا في ظرف ساعة كاملة من الخرطوم هي ساعتين شوية وشفت يعني ما قبل الاستفتاء يكاد أن يكون الانفصال كان موجود في ذلك الوقت واضح تمام صحيح. فالشاهد في الموضوع تم انفصال الجنوب يعني وبعدين هم زادوا يعني في منهم عقلاء قالوا إحنا لو انفصلنا هنتقاتل فيهم بيننا يعني إحنا قال الشعب السوداني والجيش الشمالي دي بالنسبة لنا زي الحاجز بين حينما تأتي بصندوق تضع عليه زجاج فلابد يكون بين الزجاج بعض الفواصل عشان ما يتكسر صح. فقال الشماليين يشكلون هذا الفاصل الذي يحمي الزجاج ودكت لما طلعوا الشماليين يعني تداعيات بقى الانفصال يعني ساتك شايف ان يعني تداعياته حاليا تقييم ساتك لها ايه؟ ما هم دلوقتي ندمانين كثير منهم لانه دلوقتي في لاجئين اكثر من مليون شويه في الشمال هنا هربوا من القتال الموجود في الجنوب يعني قتال فعلا فظيع للغايه مئات الالوف بين الجنوب والجنوب الجنوبيين بين القبائل نفسهم لا تتحمل بعضها البعض يعني ايوه تمام. فلذلك وحسب ما اعلنوا مجاعه دلوقتي يعني هذا يعني قبل اسبوع الحكومه الجنوبيه توصيل سيادتك ايه الحل ايه؟ والله الحل تعرف ما في خلاف انه هم يتراضوا فيما بينهم يعني لابد لهم من يعني مسؤوليه دوليه في المقام الاول لانه حسي في وضعهم الحالي دي يعني الحرب بين القبائل مستعره كل يوم ماشيه في ازدياد تمام. فما لم يعني الامم المتحده يعني تضغط تحت الوصايه
طب الجامعة العربية، طب الجامعة العربية ما عندهاش تحدي الأفريقية، هي ليست دولة عربية. مش ما أنا فاهم قصدي. طب نقول مثلا الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأفريقي محاول إنه يساعدهم برضه ما وجدوش منه. تمام. أيوه. الشاهد موضوع إنه أنا أفتكر الأمم المتحدة ربما عن طريق الإسلام إن شاء الله يقرروا وضع وصائل للجنوب. نعم. المسيرة حتى وصل فخامة الرئيس إلى وزير في الحربية الدفاع في المسيرة، يعني ساتك، يعني أنا يعني كلنا نعلم ساتك مريت دراسات وخبرات ومواقع إلى أن وصلنا إلى درجة الوزير. صحيح. في بعد ذلك أنا كنا ملازمين لما بقيت يزباشي، زي ما يسموه يزباشي طبعا، أو دروكت نقيب، فأخذت الدورات الحتمية في السودان، ثم بعدها كرسيتها بريطانيا مرتين مدرسه الخطابات العسكريه، ثم بعد ذلك الى مدرسه المشاه الامريكيه في امريكا، ثم بعد ذلك كليه الغاده والاركان في الاردن. تمام. وبعد ذاك كليه او اكاديميه ناصر العسكري العليا. تمام. في القاهره هنا. سنه كم تقريبا؟ دي سنه 79. قبل الوزاره؟ لا قبل الوزاره. نعم. ايام دي انا كنت اللواء. فلما بقيت نائب للقائد العام، طبعا الرئيس كان نمير هو القائد العام من وقت لآخر، يعني هو القائد الأعلى، لكن بعد مرات لما يعين قائد عام للقوات المسلحة وزير للدفاع، وبعدين تنتهي مدته هو بيستلم القيادة لفترة بسيطة كده، وبعدين بيعين الشخص اللي يراه مناسب. فأنا تم تعييني كقائد عام للقوات المسلحة في مارس 1985 كقائد عام للقوات المسلحة ووزير للدفاع. الاختيار ده في حد ذاته يعني والله هو الرئيس تم، يعني تم، لانه نحن في الحقيقه يعني اول حاجه زمان ما كان عندنا اكاديميه العسكري، كان على حاجه عندنا كليه القاده والاركان السودانيه. تمام. فبعد ذلك كان بنرسل الى الخارج لندرس في الاكاديميه العسكريه العليا، فانا جيت درست هنا في اكاديميه ناصر العسكري العليا. فالشاهد موضوع انه بعد ذاك نمير يفكر في انه يقيم اكاديميه عسكريه. صح. الكلام ده كان سنه تقريبا 81. تمام. نعم. فعلا بدا الاخوه في مصر يشرفوا على الكورسات اللي بنعملها في السودان في اكاديميه نمير العسكريه العليا، حتى صارت اكاديميه ومعترف بها. لكن احنا قبل ما تقوم هذه الاكاديميه درسنا في الخارج، ودرس بعض الأخوة برضه في الكليات العسكرية في بريطانيا وفي باكستان وفي أمريكا. فشاهد موضوع أنه فدي كان سنة 79. نعم. 79. بعدين لما بقيت قائد عام في تقريبا مارس 1985، وفي تلك الفترة يعني الرئيس كان جاته دعوة لأمريكا. بعدين الحقيقة كان في بعض، طبعا في السودان كان في حزب واحد اللي هو حزب الاتحاد الاشتراكي. المأخوذ فكرته من مصر. صح. نعم. فالاتحاد الاشتراكي كان هو الحزب الوحيد الذي كان يحكم السودان. وشاهد موضوع انه بدأت تقوم في مظاهرات حتى بوجود نميري نفسه، يعني النميري لما كان ماشي على المطار كان في مظاهرة قامت وبتاكد حتى حصب الموكب بتاعه فذكر في مطار الخرطوم وهو مغادر، يعني تكلم معنا احنا كقاده انه الامور تمشي زي ما يجب انها تكون. المهم فبعد ذاك الموضوع ابتدى يتصاعد، يعني بدا الموضوع في ابريل 85، مش ابريل، قبلها باسبوعين تقريبا. ابريل 85. قبلها. نعم. قبلها بشويه كان الطلبة بتاع طلبة الجامعات وخاصة جامعة عبد الرحمن الإسلامية هي دي اللي قامت بالمظاهرة وبدأت الحركة. وبعد ذاك التغطت من الجامعات الأخرى والأحزاب السياسية تحركت وعملت اجتماعات تحت الأرض وبتاع وابتدوا يخططوا. بعدين أنا كان كوزير للدفاع وقائد عام القوات المسلحة كنت أحد أعضاء بيسموه يا رب حزب الحكومة اللي هو ذكرناه قبل شوية، الاتحاد الاشتراكي. الاتحاد الاشتراكي بالضبط كده. كنا
لجنة مركزية بتاعت حاج شراكي في أذكر اجتماعنا و... وبعدين ابتدى يكون في صيام مدني بمعنى أنه شنو إضراب في وابرات الكهرباء بحيث أنه ما فيش كهرباء وإضراب بتاع المياه وإضراب في المواصل يعني فيها ابتدى تكون في سلسلة إضرابات من النوع ده. فأذكر نحن اجتماعنا في الاتحاد الاشتراكي حتى على بضوء على ضوء الشموع يعني ما كانش في كهرباء فأذكر أنه قلت لهم دلوقتي نحن طبعا يعني الحزب الوحيد اللي هو كان موجود الاتحاد الاشتراكي ده فعشان يصير قوته لابد أن يقوم بمظاهرة تظاهرة ضخمة يؤكد فيها أنه لا زالت حكومة الرئيس المهري تتمتع بشعبية واسعة. الكلام ده كان مساء الجمعة. فأذكر قالوا أي خلاص نحن نقوم بتظاهرة كبيرة. وبتين قال يوم الأحد صار إحنا مساء الجمعة يعني عندنا السبت سمو بالأحد. فقلت لهم إزاي الكلام ده؟ مظاهرة ضخمة زي دي عاوزة لها أيام للإعداد يعني لازم تعيد شبه جماهيرك بصورة واسعة جدا بحيث أنك تؤكد للعالم وللشعب السوداني أنه لا زالت حكومة الرئيس نميري تتمتع بشعبية واسعة وبالتالي نحن في القوات المسلحة إذا قمنا بأي حركة أو بأي إجراء لتثبيت الأوضاع يكون مستندين على أنه في شعبية قوية معنا. ففعلا يعني اتفقنا على أنه تكون التظاهر يوم الثلاثاء يعني ياخذوا السبت والأحد والاثنين إعداد لهذه التظاهر الضخمة ويوم الثلاثاء الناس يكون كل الجماهير تجي. ففعلا يوم الثلاثاء مع الصباح وحددوا موعد انها تكون في ساحة القصر الجمهوري اللي هي في الشارع وبعد ذلك تتحرك. فتصور ما جاء الى تلك المظاهرة الا قلة من الناس يعني يمكن عددهم ما يكون 100 مش تأمينها يمكن. فبسأل بتاع الجماهير وين جماهيركم؟ قلت له وين جماهير الشعب العامل اتحاد ما عارف ايه واتحاد يعني. فمن تلك اللحظة يعني حتى ذكرت تحركنا كده الاتجاه في ساحة كبيرة في محطة السكة حديد. فعملوا دائرة كده دائرة ما تقفلتش يعني صور. فتأكد لي من ذاك الوقت أنه لم تعد لحكومة نميري أي شعبية وسط الجماهير. فابتديت أنا أمر على القوات المسلحة وبواسطة قائد عام وزير دفاع يعني وأطلب منهم ضرورة التمسك بالقيادة الشرعية بتاعت القوات المسلحة لأنه هذه إذا فرطت هذه السودان دي مهدد ببعض يعني الجنوب ينفصل أو مثلا. فالحمد لله تعالى وجدت تجاوب جيد جدا من القادة. ثم بعد ذلك دعيت القادة بتاع الوحدات إلى القيادة العامة الخرطوم تفاكرنا معهم في الموضوع ووضح لنا أنه يعني الناس كلها أجمعت بأنه الحكومة لم تعد لها شعبية ولا بد من تجاوز هذه الفترة بحيث أن السودان لا يتضرر ولا يحصل له أي نوع من السلبك. فما كان منا إلا أن اتفقنا على أنه يعني نتسلم السلطة في السودان نحل الحكومة نتسلم السلطة لفترة انتقالية محدودة يسمح فيها بقيام الأحزاب وتجرى فيها انتخابات حرة وبعد ذلك نحن نسلم السلطة إلى الحكومة المنتخبة وننتهي على كذا. فكان ده بإجماع الضباط بدون ما يكون في أي نوع من تتولى القيادة في ذلك الوقت أي نعم باعتبار أن القائد العام هو المسلح وزير الدفاع يعني. ففعلا